قال متحدث باسم شركة بورش الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة إن الشركة تقوم حاليا باستدعاء حوالي 60,000 سيارة في مختلف أنحاء العالم لإصلاح خلل محتمل يؤدي إلى تسريب في أحد خطوط الوقود داخل السيارة. وأشار المتحدث أن عملية الاستدعاء تشمل السيارات من طراز ماكان S ومكان تيربو ذات التجهيز الرياضي SUV متعدد الأغراض.